السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. فيديو الإجابة 15 كان الفيديو طويل جدا، وإحنا قسمناه على جزئين، الجزء الأول والثاني. دلوقتي هنبدأ في أسئلة الجزء الأول، ولو في وقت هندخل معها الجزء الثاني، نخلي الاثنين في فيديو واحد. السؤال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الأفضل لعلف الأغنام الأمهات بالصباح الباكر، العلف الأخضر أو المركزات؟ بالنسبة الأفضل هو صيف وشتاء المركزات تكون آخر النهار. الأفضل بالنسبة للصيف والشتاء المركزات تكون آخر النهار، وطول النهار ترعى أو تأكل علف أخضر مفيش مشكلة، لأن في الشتاء طبعا معروف الليل طويل وبارد، بتحتاج الأمهات حاجة تسخنها، بتحتاج علف، ما بيسخنش طبعا العلف الأخضر. العلف الأخضر بالعكس بيبرد الغنم، لكن المركزات العلف المركز يعني هو اللي بيسخن الغنم طول فترة الليل. وبالنسبة للصيف النهار بيكون الجو حر، يفضل العلف الأخضر بالنهار وآخر النهار في الطراوة كده بعد العصر قبل المغرب تحط المركزات عشان تهضم براحتها، لأن العلف بيسخن الرماد، فبالتالي هيسخنها في الحر، يعمل لها جهد حراري. لا، بالليل الجو بارد عن النهار، فالأفضل المركزات بالليل، وطول النهار علف أخضر أو مراعي. السؤال اللي بعده، وحضرتك ما بتعملش فيديوهات ماعز ليه؟ والله انت لو رجعت بالقناه ورا هتلاقي كل الفيديوهات كانت عن الماعز، يعني على حسب المتوفر عندي، على حسب الحاجه المتوفره عندي بعمل عليها فيديوهات. اما لو تقصد الفيديوهات النظريه فكل الفيديوهات شامله الغنم والماعز مع بعضيها، مش معنى ان انا بذكر غنم، وهي عموما يعني كلمه غنم ده المصطلح شامل الاثنين، شامل الماعز والضأن. هو بس احنا في مصطلحات درجة الدول العربية وفي مصر نفس النظام، غنم معناها خرفان، والماعز لا، الغنم هي تشمل الاثنين، تشمل الماعز والضأن. اما الغنم هي المفروض الاسم بتاعها الضأن، اللي هو في مصر الضان يعني ده، لكن احنا طبعا بنتكلم اغنام، انا بتكلم اغنام عامة، بس طبعا في ناس كتير بتفهم اغنام يعني الغنم بس، وبنذكر في بعض الفيديوهات الاغنام والماعز عشان برضك ناس بتبقى يعني دارج عندها الاسم من الاغنام خاصة بالخرفان فقط لغير. فكل حاجة بتكلمت عنها بالفيديوهات النظرية تشمل فيديو الغنم والماعز، مفيش اي مشكلة، الا لو في دواء معين ذكرته ما بيتستخدمش مع الماعز فقط لغير، في حالة الادوية فقط لغير. ممكن يكون دواء معين هو مش فاكر اسمه الصراحة، في دواء لا يستخدم مع الماعز، بس انا للأسف مش فاكر. رجع فيديو استقبال الاغنام، لحقت ان الاغنام لما تيجي تنقلها من اللي هو عشان حمى النقل، انا ناسي اسم والله الدواء. المهم الدواء ده انا ذكرته في فيديو اللي هو اسمه استقبال الاغنام، وذكرت ان هو ما يستخدمش مع الماعز. اقرا الوصفه، اي دواء بتستخدمه لازم تقرا الوصفه بتاعته من جوه، فده مكتوب ممنوع استخدامه مع الماعز. افضل نوع حقنه سوبر للغنم، لو تقصد الايفوماكس سوبر يعني، والله افضل حاجه الامريكي، الايفوماك الامريكي، بس سعره غالي، ولكن انا عن نفسي بستخدم الاردني. ما هي الاجراءات المتبعه عندك شخصيا استاذنا الفاضل عند ادخال العلف الاخضر على الغنم من ادويه واضافات مساعده على الهضم مع التدريج تدرج بالتاكيد، وجزاك الله خيرا. انا عن نفسي لو بدخل علف اخضر، يعني العلف الأخضر عندي بالنسبة لي إذا دخلته، أنا أغلب سنة بأكلش يعني علف أخضر، سواء أمهات سواء تسمين، ما بعتمدش على العلف الأخضر النهائي، لأن العلف الأخضر هنا طبعا يعني بالمصب العربي كده مرمطة، مرمطة في الأعداد الأولى، لأن بتروح عندنا في اسكندرية مرمطة، لأن عندنا الشتاء ياما طول فترة الشتاء اللي هو فترة البرسيم، والأرض عندنا طينية، بمجرد ما بتشتي ما بتعرفش تتحرك، وممكن تقعد طول اليوم تشتي، وانت محتاج البرسيم، انت عاوز تحش يوم بيومه، ما بتحشش 3 4 ايام مع بعض، كل يوم بتروح تحش، فبالتالي بيبقى صعب لما يجي لك فتره شتاء يومين ثلاثه ورا بعض والارض طينه روبه، بتبقى مرمطه الصراحه. وبعد ما تخلص شتاء تقعد 3 4 ايام مش عارف تدخل الارض من الطينه، والطرق كلها تبقى طينه، فصعب بالنسبه لعندنا هنا، مرمطة تعتبر البرسيم في اسكندرية. ولكن إذا أكلته مفيش أي احتياطات بعملها غير ما بكترش، لو هو أخضر لسه مية ما بكترش،
بس دي الاحتياطات. طبعا انت هنا ذكرت العلف الاخضر وانا بذكر لك حالة خاصة البرسيم، يعني العلف الاخضر شمل انواع كتير بس انا بستخدم البرسيم لانه متوفر عندنا البرسيم. ما فيش اي احتياطات غير ان زي ما قلت لك لو لو العلف الاخضر ده طار زيادة عن اللزوم، محشوش بدري، او بمعنى صح في بالنسبة للبرسيم الوش الاول بالاخص بيبقى قصير وطري خالص اكتر من 95% منه مية، فكتره بيعمل مشاكل، بيعمل اسهالات وبيعمل انتفاخات للغنم كتره. اما بالكميات الطبيعية ما فيش منه اي مشكلة، يعني لو البرسيم اخضر زاد عن اللزوم لازم تدي معاه مادة ملقة خشنة جافة زي عرش سوداني، تبن برسيم اللي هو التبن الاحمر اللي هو تبن الربة بيقولوا عليه في مصر، تبن فاصوليا، تبن فول، لهم اي مادة تاني جافة عشان تظبط معاه، ما يسببش اسهالات وانتفاخات. اما من ناحية ادوية ما فيش اي حاجة لانه ما فيش تدريج يعني عموما في العلف الاخضر، طالما العلف الاخضر اللي بتأكله طيب والعود بتاعه ناشف يعني كويس، مش اللي هو مش اخضر زيادة عن اللزوم، مش طري زيادة عن اللزوم، نسبة الرطوبة فيه مقبولة، بأكل منه براحتي مفتوح ما فيش اي مشكلة لحد ما يشبعه، عنديش اي مشاكل. السؤال اللي بعده ده نفس الشخص برضك، هل لديك ملاحظة او تجربة مع تبن السرغو او السورغ؟ للأسف ما عنديش علم بيه. محشوش فطور فتي من اجل سهولة هضمه للغنم وبارك الله فيك. تقريبا اذا كنت انت رسالتي في سؤال مرة عليا من ضمن الاسئلة ذكرت ان هل الاعلاف الخضراء قبل النضج افضل ولا بعد النضج؟ اذا كنت انت اللي سألت السؤال ده فانا المقصود بيه الاعلاف الخضراء اللي هي بتتحش، لما جاوبتك المقصود بالاعلاف الخضراء اللي بعد النضج ولا قبل النضج افضل، وانا قلت لك طبعا لازم تنضج لان قبل النضج ممكن تعمل مشاكل. الاعلاف الخضراء اللي اقصد بيها هنا اللي هي يعتبر البرسيم الضراوة، الضراوة اللي هي عبارة عن ذرة بس بتبقى مزروعة كثيفة، ما بيطلعش كيزان، ما بيطلعش ذرة حب، بيبقى العود رفيع بتبقى مزروعة بكثافة زي البرسيم، دي بتتحش برضك ايه للغنم في الصيف. زي قلنا البرسيم الذرة والحشاش التانية اللي هي زي البونيكام والبلوبانيك، الحاجات الجديدة اللي نازلة دي طبعا ان دي ما بتطلع، الحاجات اللي ما بتطلعش الثمار تعتبر يعني بتتحش اكتر من مرة على طول، دي اللي المفروض تطيب. يعني البرسيم لو حشيته هو لسه اخضر عبارة عن ورق بس بيكون فيه نسبة رطوبة عالية وممكن يعمل اسهالات للغنم، كذلك الذرة، كذلك البونيكام البلوبانيك كله نفس النظام، وهي اخضر زيادة عن اللزوم، صغير زيادة، لما بتكون في مرحلة النمو لسه بتبقى خضرة زيادة عن اللزوم، كل ما تكبر كل ما الالياف فيها تكتر، الالياف بتساعد في عملية الهضم. انت ذكرت هنا عاوزها صغيرة بحيث سهلة الهضم عشان يكون خالية من الالياف، بس سهلة الهضم بيكون فيها نسبة عالية من المية بتعمل اسهالات. طيب لكن هنا لو انت تقصد بنباتات مثمرة يعني اللي هي بتتحش حشة واحدة زي القمح، الشعير، السورج مدوت، انا مش عارف هو عبارة عن ايه، هو مر عليها الاسم بس هي نبات باين عليه يعني من فصيلة النجيليات، من فصيلة القمح والشعير، لو هو انت تقصد كده لا، فهو بمجرد ما كبر قبل طور القمح او الشعير وقبل طور اخراج السنابل، قبل الطور ما يخرج يطلع السنابل يعتبر اخضر لسه، بس ده يتاكل منه ما فيش منه اي مشاكل ان شاء الله، ده كده يعتبر استوى كنبات اخضر. لا والله انت اتأخرت هتسيبه كمان شوية يطلع سنابل، والسنابل وهي خضرة هتأكلها للغنم، هتحش وتديه للغنم، فده برضك ممتاز ما فيش منه اي مشكلة. انما لما هو بالطيب مرحلة بقى النضج الكامل، السبلة السنابل كبرت ونضجت السنابل، العود اصبح عبارة عن ايه؟ اصبح عبارة عن تب، العود اصبح عبارة عن تب غني بالالياف فقط لا غير بعد النضج الكامل، لان انا بتاخد الثمار القمح او الشعير ويتبقى العود اللي هو تب. اما انت عاوز تستفيد منه، الاستفادة منه وهو اخضر اكتر من وهو جاف اكيد طبعا، يعني في الحالة دي استفادة، لكن لو انا كده وضحت لك المعلومة بين اللي هو يتحش قبل النضج او بعد النضج، بالنسبة للحشائش اللي بتتحش اكتر من مرة
النباتات الخضراء بتحش اكتر مره، وبالنسبه للنبات اللي هو بتحش مره واحده زي القمح الشعير اي نبات مثمر قبل مرحله النضج بيكون فيه فايده طبعا عن بعد النضج. هل 40 أو 50% سلاج من علف الأمهات برسيم جاف مطحون زائد برسيم جاف مطحون زائد تبن شوفان كامل مطحون زائد تبن قمح زائد تبن أعشاب حقول متنوعة جاف أيضا مطحونة، هل هذا الخليط برأيك يعتبر علف كامل الأمهات مع إضافة نسبة صغيرة من الصويا والشعير المنقوع بالماء نقع من دون فقدان عناصره للأمهات في الأربع أشهر الحساسة؟ بارك الله فيك. مفيش أي مشكلة، خلطة من الأتبان ممتازة كويسة متنوعة والتنوع ممتاز طالما الأسعار كلها قريبة من بعضها، التنوع ممتاز كويس، في فايدة بتكون موجودة في عشبة مش موجودة في العشبة التانية، التنويع زي ما قلت لك ممتاز، ولكن بتتكلم على الأربع شهور الحساسة اللي هم آخر شهرين في الحمل وأربع وأول شهرين في الولادة هتضيف صويا. بس أنا مش عارف ليه بعض الدول، مش عارف أنت مكانك فين يا أخ عبد ربه، بينقعوا الشعير. هو طبعا لسهولة هضمه ماشي، بس ده بيفقد جزء من تكاتب نقع بسيط بحيث ما يفقدش جزء من فايدته، ولكن عرب عندنا العرب هنا بيأكلوا شعير جاف ما فيش حد بينقع نهائي، يعني واحد عنده 500 نعجة 600 نعجة بيأكلهم خليه بيدي للوحدة، بيدي للوحدة في الفترة دي بيديها نص كيلو شعير بس في اليوم، هينقع 250 كيلو شعير كل يوم طبعا شغل ياما، ده لو بيديها نص كيلو بس، لو بيديها كيلو هينقع كل يوم نص طن، فطبعا لا محتاجة حوض كبيرة وشغل ياما، لا بيتاكل جاف وبيتهضم بالكاو وبدون طحن حب زي ما هو وبيتاكل وبيتهضم تمام تمام مفيش اي مشكلة. بس انا مش عارف ايه الغرض من الناس اللي بتنقعه دي، بتبقى اقاويل يعني كلام بالمصر كده بيتقال عليه كلام مصاطب، الله اعلم بقى ايه المغزى من وراه الله اعلم. المهم الاعشاب تمام، الخلطه تمام، وعاوز تحط صويا وشعير قليل. لو انت بتعتمد على المراعي وصحه الاغنام كويسه، ده راجع لصحه الاغنام، صحه الغنم عندك، بمعنى انت شايف الغنم ما شاء الله مسنوده على الادبانز كنت بترعى في الايام الثانيه على الاعشاب دي فقط، وشايف ان الامهات ما شاء الله حامل وفي الشهر الرابع وكويسه وصحتها كويسه وظهرها فيه مش هنقوله لحم تسمين يعني مسنودة كويسة، عينك ميزانك مع الغنم انت اكيد ادرى مني، انت شايف الغنم قدامك حاسس بيها، لازم تحس بالغنم، الغنم شايفها صحتها كويسة نشاطها تمام ظهرها مسنود مش معضمة خالص عض جلد على عض، يبقى مفيش مشكلة عادي جدا كمية قليلة من الصويا مع الشعير مع الاعشاب دي مية مية مفيش اي مشكلة. لا والله شايف الغنم متدمرة مسلسلة، لا لازم تعوضها في الفترة دي عشان تنزل لك جنين كويس حجم كويس وعشان تضر لبن كويس في فترة الرضاعة، لازم تزود شوية صويا وشوية شعير يسدوا احتياجاتها، فهنا راجع لحالة القطيع عندك انت اللي هتحدد الكمية القليلة دي كويسة ولا محتاجة زيادة. الصنطة زواد جلدية تمام، ايوه كنت نروح تسألني عن الصنطة، وهي تعتبر زواد جلدية اشبه بالسرطان، سرطان جلدي يعني، هي أشبه لأنها بتنتشر برضك ما بتجيش في مكان واحد وبتوقف بتقعد تنتشر. السلام عليكم، لدي مواليد بهم صغار عمر أسبوع إلى 10 أيام عدد 4 درجة حرارته نزلة 34.7 كيف أرفعها وهل استمرار انخفاضها يؤدي للوفاة؟ 34.7 ده المفروض إن هو مات، أنا عشان كده بحبش أعمل أستخدم الترمومتر، درجة حرارة 34 ده يعتبر مات كده، ده هو لو نزل عن 36 بيعتبر مات خلاص، انت 34.7 ده بيبقى هبوط، اما سبب اسهال اسهال شديد عمل له هبوط جامد او سوء تغذية، الام ما فيهاش لبن وانت مش واخد بالك والمولود عمال يضغط انه 10 ايام معتمد اعتماد كلي على اللبن وعنده وحصل له هزال شديد يومين ثلاثه ما بيرضعش ما فيش لبن امه جافه ما فيش لبن وانت مش واخد بالك لغايه ما جاله الهبوط. بس العلامه الاساسيه ان درجه الحراره دي
المولود بيكون نايم في الارض ما بيقدرش يقف، المولود نايم في الارض ما بيقدرش يقف. اما لو هو بيتحرك ونشاطه كويس وبيرضع، لا الحراره دي مش طبيعي، الترمومتر اللي تست بيه مش مظبوط على درجه الحراره دي، المفروض ان هو مات، دي اول حاجه. ولنفرض ان هو عايش والترمومتر بيخرف، في الحاله دي المفروض ان هو لو درجه حرارته منخفضه بيبقى نايم ما بيقدرش يقف، ما فيهوش اي قوه للوقوف، ما بيقدرش يقف نهائي. اما قلت لك لو هي واضح من كلامك ان نشاطه مش عايشين، ما تستخدمش الترمومتر. انا ذكرت قبل كده ما تستخدمش الترمومتر في حراره مرتفعه، بينعزل عن القطيع، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيرضع، في هبوط في الحراره جامد، ما بيقدرش يقف، بينام في الارض ما بيقدرش يقف. بيحتاج ايه العلاج بتاعه؟ بيتحتاج يتعلق له محلول، دي اسرع حاجه، لازم يتعلق له محلول عشان يرفع الهبوط اللي عنده ويرفع درجه الحراره. لازم ان شاء الله الاغنام تعالج ديدان نفس الخرفان ايفوماك وشربه، ولا في اختلاف؟ علاج الديدان هو نفسه الايفوماك والشربه، الايفوماك والشربه لعلاج الديدان، بس مش الديدان بس، جميع الطفيليات الداخليه والخارجيه. طبعا الديدان من الطفيليات الداخليه، وفي الطفيليات الخارجيه اللي هي البراغيث والجراد والامل، ده كله يعتبر طفيليات خارجيه. فالايفوماك والشربه بتعالج كل الطفيليات الداخليه والخارجيه، هو نفسه علاج الديدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي نعجه والده من 40 يوم وبحط لها فسفور على العلف علشان تصرف، هل ده كويس ولا في حاجه؟ انا ذكرت الفسفور بيتحط في حاله انت محتاج النعجه تصرف ومستعجل عليها، بحاله فرديه، بحاله فرديه ممكن تجيب لها سنتي استروميت ب 30 جنيه او ب 35 جنيه بتحقنه لها، في تاني يوم بتصرف ان شاء الله بتروح للفحل، بس هي النعاج مش محتاج. انا ذكرت قبل كده في فيديو ان كمستوى القطيع بالكامل الخصوبة في النعاج مش محتاجة لا إبر ولا محتاجة حاجة. ولكن أنا ذكرت في أسئلة وردتني، ناس كتير بتصل، أو هم اتنين اتصلوا تقريبا وعنده مشكلة في الخصوبة، الفحل بينط والنعاج معاه مش عارف 20 نعجة 30 نعجة، نسبة التلقيح منخفضة جدا، فأنا ممكن يكون عنده سوء تغذية، نقص الفسفور ممكن يسبب قلة الخصوبة. فأنا من ضمن اللي اتكلم الحاجات اللي ينفع يعني في الحالات، الحاجات اللي ينفع يستعملها في الحاجات دي في الحالة دي، هو إضافة الفسفور، ثنائي فوسفات الكالسيوم أو الصوديوم على العلفة كيلو لكل 100 كيلو في خلال فترة التحضير، اللي هي في خلال شهر أسبوعين ثلاثة، في خلال الفترة دي للقطيع بالكامل، أرخص من أنه لو استخدم الأستروميت هرمون الصروفة. طبعا كل واحدة هتاخد لها 35 جنيه، يعني لو معاه 20 نعجة هيصرفوا 700 جنيه إبرة فقط لا غير. فالافضل لهم النعاج ان شاء الله، الخصوبه عندها كويسه مش محتاجه اي ادويه، بس انت حاطط فسفور ممتاز للنعجه ما فيش اي مشكله، بس لما تحط فسفور لازم تحط معاه كالسيوم، لو هو ثنائي فوسفات الكالسيوم حطه لوحده ما فيش مشكله لان هو فيه كالسيوم فسفور، لو هو ثنائي فوسفات الصوديوم هتحط كيلو ثنائي فوسفات عليه 2 كيلو او على الاقل كيلو معاه بودرة بلاط على 100 كيلو. طبعا الفترة دي محدودة، فترة التجهيز للتلقيح مش أكتر، مش تفضل مستمر عليها على طول تحصل لك مشاكل في الكلى بسبب الفسفور الزايد أو الكالسيوم الزايد، وبعدك تقول ده حصل مشاكل من الفسفور. لفترة التحضير يعني أسبوعين ثلاث أسابيع شهر بالكتير. عندي نعجة والدة من حوالي 3 شهور وأكتر ومعاها كبش، هل كده تبقى عشر ولا مش عشر؟ مش اكيد، لو الكبش بيضرب لوحده والكبش كبير يضرب ما فيش اي مشكلة، ان شاء الله تكون عشرت باذن الله. وممكن يكون ما بيعرفش يضرب لوحده، يعني النعجة تصرف وقفاله هو عمال ينط ومش عارف يجيبها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هي بتقعد وقت الصروفة يوم واحد، فيعني ممكن يقعد طول، انت لو ما خدتش بالك وساعدته لو هو مش عارف بينط ورفعت الليه يبقى ممكن تكون فاضية للسعادة. السلام عليكم. معكم سعد الله بركاته. في البداية لك عظيم شكر، الله يبارك فيك. سؤال، كيف يمكن عمل علقة بأعلى نسبة بروتين من المكونات التالية: شعير، قمح، ذرة، نخالة، تمر، نوى، دريس، برسيم، ولك الشكر. الله يبارك فيك يا أخ محمد.
بس والله يا اخ محمد، لان مشاكل الاعلاف دي عاوز اقفلها نهائي من ناحيه الاسئله. المفروض انت تراجع في 4 فيديوهات عملتها للاعلاف، من ضمنها الطريقه الصحيحه لاختيار مكونات الاعلاف، يعني ازاي تفاضل ما بين كل مكون ومكون، لان كل وقت ليه سعر. حاليا الذره ب5 جنيه وربع ما بستخدمهاش نهائي في العالم، وصلت 5.5 كمان، اللي هي كانت ب3 جنيه وربع، قربت توصل على ضعف السعر. فلازم تشوف بديل كل عنصر والاسعار المتوفره عندك انت تكون وتحاول. عامل فيديو كمان طريقه حساب نسبه البروتين، انت هي الطريقه بالمحاوله والخطا. عموما نسبه البروتين مستحيل هتوصل 15% بالمكونات اللي انت جايبها دي، مستحيل هتوصل 15% بالمكونات اللي انت ذاكرها. ليه؟ لان اعلى نسبه بروتين في دوله، طبعا الدريس انا مش عارف اللي انت تستخدمه دريس ايه، لو دريس الوادي ممكن نسبه بروتين فيه 15-16% 17، ما تحسبهاش اكتر من كده، سيبك من يقول لك 20 و22 و23، كلام فاضي. اما لو الدريس بتاعنا اللي هنا بتاع البرج بتاع اسكندريه، فاذا وصل 12% يبقى وصل. النخاله تعتبر هي اعلى نسبه بروتين 15%، يعني لو العلف عباره عن نخاله فقط هتبقى نسبه بروتين 15%، وطبعا النخاله بس ما تنفعش كعلف. القمح 12%، الشعير 11%، الذره 9%، التمر بيختلف طبعا، بنعتبرها مثلا 8 في الحدود دي كده، يعني تمر بالنوى يعني مطحون، والدريز زي ما قلت لك من 12 ل 15 16%. لكن انت هتكون علفتك، ارجع شوف اسس تكوين العلفه، ازاي تعمل علفه بعد نسبه بروتين واقل سعر ممكن، مكونات العلف الاساسيه في 4 فيديوهات اسمعهم هتعرف تعمل لك عليا. بس انك انت بعد ما تعمل العلفه بالنسب بتاعتها تحسب نسبه بروتين، تقول لي عملتها نسبه بروتين كده، هل النسبه دي صحيحه؟ انا اكد لك عليها، لانك انت لازم تعرف تكون لوحدك وتعرف تحسب نسبه البروتين. كل ما يغلى مكون تستبدله باي مكون تاني وتعرف تحسب العلفه من جديد. ينفع احط برميكس مع اي عمر والخميره على طول فتره التسمين؟ مفيش اي مشكله، البرميكس لاي عمر ولاي نوع، ماعز، اغنام، تسمين، امهات، مش هتفرق. وكذلك الخميره، بس عشان لو تستخدمها باستمرار مش اوقات معينه، يبقى البرميكس كيس اللي هو 3 كيلو الكيس ب 3 كيلو على الطن، والخميره من 2 ل 3 كيلو على الطن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل معدل نسبه البروتين في دريس البرسيم تتوقف على فصل الحصاد؟ وايهما افضل الفصول؟ نسبه البروتين في البرسيم اكيد تتوقف على نضج البرسيم، دي رقم واحد، ورقم اثنين على كمية الأوراق في البرسيم، ورقم ثلاثة نسبة الجفاف. يعني في ناس بترميه في الشمس لغاية ما يبقى زي التب، تحول لونه من لون أخضر إلى اللون الأصفر، ده فقط كمية كبيرة من القيمة الغذائية، فقط كمية كبيرة من القيمة الغذائية بتاعته. أي دول بتستورد برسيم من مكان لمكان، لو البرسيم المجفف الدريس، لازم اللون اخضر، اللون غير الاخضر ما بيقبلهوش، دي رقم واحد قلنا اللون. رقم اتنين كمية الاوراق، البروتين متمركز في الاوراق اكتر من العود، فكمية الورق المعروف لما بتتم تكفيفه وتقليبه بيفقد جزء من الورق ممكن، فممكن تلاقي انواع العود طالع ومفيش ورق مزروع، العود طالع مفيش ورق، لا ده كده بتأكل خشب، بتأكل الياف. لازم نسبة الاوراق في العود في البرس في الدريس، يبقى نسبة الأوراق واللون ونسبة الرطوبة طبعا ده شيء أساسي، لأن في ناس بتكبسه طري، البالة بيكون فيها مثلا 30 كيلو وزنها ممكن تلاقي فيها 5 كيلو مية، وطبعا النوع ده ما لا يقبل التخزين، لازم يتأكل مباشرة، تفتح البالة من النص تلاقيها سخنة مولعة بتطلع بخار، وتسيبها فترة تفتحها تلاقيها سودة فحمة من جوه، إنها اتكبست وهو البرسيم لسه فيه نسبة رطوبة. نسبة الرطوبة في البرسيم لا تتجاوز 5% تقريبا، في الدريس لو في مقياس رطوبة لا تتجاوز 5%، 4% 3% المفروض في الدريس اللي هو مظبوط اللي قابل للتخزين. يبقى قلت لك انا نسبة على ادم، يعني ممكن وقت الحصاد ده مش مهم على قد ما المهم
التلات عناصر التلات، نسبة الرطوبة في الدريس، لون، نسبة الأوراق، دول يعتبر. لكن وقت الحصاد هو بيتأخر بالنسبة للدريس العجازي، بيتأخر في الشتاء بدل الحشة ما بتاخد مثلا 40 يوم في الأرض، لا ممكن تاخد شهرين، بس المهم يوصل لمرحلة النضج. بس على كده هتعمل فيديو الفرق الخروف المتأسس عن اللي مش شارب لبن؟ والله حاضر ان شاء الله، بس لازم يكون في خروفين عندي، واحد متأسس واحد مش متأسس، عشان اعرف اوريك الفرق بين الاثنين. هنعمل والله ان شاء الله باذن الله، وهنوريك كمان البرقي والهلبي برضك، لازم يكون في خروفين برقي والهلبي. انا بالسعودية عندي 200 راس ضان، وانا عندي مزرعة وجواري مزارع فيها مخلفات زراعية كتير، فكرت اشتري خط انتاج من مصر نص طن، هل تؤيد فكرتي؟ بارك الله فيك ورزق من واسع فضله. والله انا مش فاهم ايه تقصد بخط انتاج، خط انتاج ايه؟ انا مش واخد بالي، يا ريت توضح لي سؤالك. انا عرفت ان ماشي 200 راس وحواليك مزارع فيها مخلفات زراعية، خط انتاج ايه هو نص طن؟ انا مش عارف، يا ريت توضح لي سؤالك. جزاك الله خير. عندي معزة تاكل ولا تسمن، وبعد يومين كده تطلع اسهال، اعطيتها عن حبة زرقاء عن الدود، وبرضو زي حالها شربة او ابرة ايفوماكس سوبر للديدان، سيبك من برشام، شربة او ابرة ايفوماكس سوبر، دي رقم واحد، وتعيدها بعد 20 يوم. النتيجة المفروض تظهر خلال شهر، مش هتظهر من يوم وليلة. اول شيء الاسهال يقف، يبقى كده كان الاسهال بسبب الديدان، لان الديدان بتسبب اسهالات. لو الاسهال وقف تمام، وتظبط العلفة بتاعتها كويس، وتشوف خلال شهر نشف الاسهال ومفيش معدل تحويل، يبقى المعزة ديت مش متأسسة، ما تتعبش نفسك معاها، الكرش تعبان ومعدل تحويلها هيطلع ضعيف جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يراعى نسبة البروتين في تغذية الأمهات؟ وإن كانت الإجابة نعم، كم نسبة البروتين وهي في بداية العشرة وفي آخره وبعد الولادة؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، الله يبارك فيك. نسبة البروتين طبعا مهمة، ولكن لازم تنظر من الناحية الاقتصادية، لأن المشروع أنت مش عامله عشان تربيها وخلاص، المهم أن نربيها وخلاص، لا، نسبة البروتين لها دور، لها دور طبعا. ولكن انا واحد معتمد مثلا على المراعي فقط لا غير، اعلاف وحشائش جافة، اعلاف خضراء وحشائش جافة يعني فقط لا غير، مواد ملأ معتمد على اعتماد كلي في الامهات. فلما تيجي الام في مرحلة اللي هم الاربع شهور الاساسيين، هنا اخر شهر في الحمل او شهر في الرضاعة، وعاوز نهتم بيها، في الحالة دي لو انا اكلتها دورة بس، دورة 9% بروتين، بغض النظر عن سعر الذرة حاليا 5.5 جنيه، لا انا بغض يعني بتكلم كنسبة بروتين، ذرة نسبة بروتين 9%، في الحالة دي انا كده بكرمها، لو اديتها كل يوم كيلو ذرة، نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل، يبقى كده انا كرمتها. الذرة فيها طاقة عالية، فيها نسبة بروتين ممتازة نسبة الى الحشائش، يعني الحشائش تتجاوزش لو على المراعي والحشائش الجافة 3-4% 5%. أبنا لما اديتها دورة 9% ضاعفت نسبة البروتين، زاد ضاعفت أضعاف كتيرة الطاقة، فهنا هلاقي في نتيجة أفضل من المراعي، بس يعني العملية نسبية. أما لو عاوز النموذجي الستاندر يعني، يبقى نسبة البروتين المفروض في الأربع شهور دول يعني ما تقلش عن 13-14-15%، ولو ان في انتاج اللبن بتحتاج بروتين اعلى، يعني بروتين اللبن يعتبر زي التسمين، يعني انت بتسمن على علف 18%، المفروض المرضعات تاكل علف 18%، ده برضك ده النموذجي. اما انا قلت لك العمليه نسبيه. اما في بدايه العشاره قلت لك في الشهر الاول والثاني والثالث، يعني بيكون الجنين لسه صغير، احتياجاتها ضعيفه، ممكن تكون معتمد اعتماد كلي على المراعي، مفيش اي مشكله طالما المراعي غنيه وفيها خير، مفيش اي مشكله. اما المراعي الارض جافه، لا يعني لازم وجبه علف، على الاقل على الاقل حتى نص كيلو علف، وان كان ذره بس.
في الفتره الاولى من الحمل. اما الاخر شهرين الجنين كبر ومحتاج تغذيه عاليه، وكذلك بعد الولاده الام محتاجه تغذيه عاليه عشان تضر اللبن. ممكن رقم تليفونك؟ والله يا جماعه رقم التليفون مكتوب في كذا مكان بس ما فيش مشكله. 012-7383-882. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا دبرنا ان 3% علف مركزه بنسبه بروتين معدله معتدله تعطي 200 جرام زياده في اليوم كمعدل، هل هذا يعني ان 1% من نفس العلف المركز تعطي 70 جرام زياده في اليوم؟ الله يسألك. انا ما استفدتش، بس من الواقع العملي المفروض انها تعطي زياده قريبه من كده، بس في شرط. المادة العلف المركز 3% المادة المالئة بعديه لحد الشبع، لما بياكل 3% لا يتجاوز 1% مادة مالئة. لما انت بتأكله 3% علف مركز لا يتجاوز، ما بيوصلش 1%، لا يتجاوز 1% مادة مالئة، بيشبع بعد كده لأنه هو واكل علف كمية كبيرة، واكل علف شبعان من العلف، بس بياكل المادة المالئة تخشينة عشان تساعده في الهضم. انما لو اكلت 1% ماده مالئه علف مركز ممكن توصل ل 3% علف مركز، ممكن يوصل ل 3% علف مركز. يعني الشرط انه ما يهمش كميه العلف المركز قد ما اللي هي الماده المالئه وراها على طول لحد الشبع، لحد الشبع. يعني دي 3% علف مركز والمادة المالئة لحد الشبع اداك 200 جرام في اليوم، اديت 1% علف مركز والمادة المالئة لحد الشبع. لو المادة المالئة بتاعتك غنية كويسة ولنفترض انها الدريس، لا هيزيد معاك اكتر من كده، هيزيد معاك اكتر من 70 جرام، ممكن يديك 150 جرام، ممكن يديك 100 جرام، قصدي ممكن يديك 100 جرام، 110 120. ولكن لو المادة المالئة بتاعتك اي اتمان، تبن فول ولا حتى تبن الفاصوليا، يعني لان واحد جاري هنا استخدمه الصراحة تبن فاصوليا فقط لا غير، للنعاج، النعاج سمنت عليه يعني حولت عليه، اتظبطت النعاج ما شاء الله كويس، مش بجودة الاعلاف طبعا انما اتظبطت عليه. بس برضك من ناحية التكلفة كانت بتاكل كتير تبن فاصوليا، ما يعادل كميته، ما يعادل سعر 3% علف مركز او 2.5% علف مركز. المهم يعني ان شاء الله النسبة هتكون قريبة من الكلام ده، لان طبعا المادة المالئة تختلف اختلاف كبير، كل مادة مالئة ليها قيمتها الغذائية اللي تختلف كتير عن القيمة عن مادة تانية. فتقريبا ممكن تحسبها بالطريقة دي مفيش مشكلة. ما هي نسبة البروتين في القمح؟ ده انا عامل فيديو ومنزل فيه القمح 12، الذرة العويجة 10، الفول البلدي فول سليم حب 28%، كسر الفول على حسب نسبة القشر اللي فيه، يعني ممكن يبقى 25 24 23 حسب انت شايف نسبة القشر فيه عاملة ايه. العيش الناشف حوالي 7-8%، لان العيش الناشف بيختلف، في عيش ابيض نسبة البروتين فيه واطية اللي هو العيش الفينول، في حلويات بيكون فيها سكريات ويكون فيها بتاع ده اوزانها تقيلة بس مفيش نسبة بروتين لان السكريات مفيش بروتين، اللي هو بيبقى الحاجات اللي فيها عسل. في العيش الاسمر هو ده بيكون اعلاهم في نسبه البروتين، اللي هو الدقيق بالنخاله. البسله المستورده، البسله حوالي 25 او 28 لا اذكر حاجه زي كده. البرسيم الاخضر، البرسيم الاخضر ما تحسبلوش نسبه البروتين، نسبه البروتين بتحسب على الماده الجافه كدريس، يعني دريس الحجازي من 12-16% تقريبا 18% الدرجة أولى. البرسيم البلدي يعني من 11-12-13 في الحدود دي كده. أما البرسيم الأخضر على حسب نسبة الرطوبة، الوش الأول ممكن ما يكونش فيه 3% ولا 4% بروتين، وما يكونش فيه 2% في الوش الأول ممكن، لأن 95% منه مية. أما في الوشوش اللي هي الرابع والخامس ممكن تلاقيها في البرسيم حوالي 4-5% في الحدود دي كده. السلام عليكم. في سؤال تاني، القش بتاع الذره الشامي، القش الياف
القش يعني اعتبره 2-3% زلقاهم فيه يبقى كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي غنم عمرها 7 شهور وفجأة ظهر لها ورم أسفل الفك السفلي وبعده بيومين اختفى. مع العلم إن حالة الغنم زينة ونشيطة وأكلها ما اتغير بتاكل كويس. أنا لما ظهر الورم كنت أطعمها عروج بطاطا خضراء وبعدين وقفتها. دورت في النت على الفاشيولا والهيمونيكس والتسمم الدموي ومش عارف إيه الورم اللي ظهر واختفى، هو أمر عادي عابر ولا مرض خرطير؟ بالنسبة للتسمم الدموي ولا تسمم معوي، لا كانت الغنم ماتت. انت بتتكلم نشاطها كويس واكلتها كويسه ما اتغيرتش وكل حاجه تمام، بتتكلم على ان كل نشاطها تمام، فدي حاجه عابره وعدت. ايه السبب؟ الله اعلم. قد تكون عروش البطاطا السبب، قد تكون عروش البطاطا السبب وانت شلتها اختفى الورم، يعني حاجه عابره بسبب عرش البطاطا. ممكن تكون انت بتاكله بكميات كبيره، ولو ان عروش البطاطا بياكلوها هنا عندنا بياكلوها الغنم، البطاطا الحلوه طبعا، عرش البطاطا الحلوه مش عرش البطاطس، بتاكله غنم وبتاكله عادي مفيش اي مشكله. بس انت ممكن تكون حصل عندك حاله عابره صدفت مع عروش البطاطا، فطالما النشاط والاكل تمام ان شاء الله حاله عابره ومفيش اي امراض ان شاء الله خطيره باذن الله. انا معايا 500 جنيه وصاحبي معايا 1500 جنيه وعايزين نربي غنم والمكان عندي والاكل عليا، نقسم الربح ازاي؟ اولا لو انت تقصد ال 500 جنيه بعينهم وال 1500 جنيه بعينهم، يعني مش بتضرب مثال يعني، لا فطبعا دول ما يجيبوش اي حاجه حاليا، ما يجيبوش خروف واحد. الاثنين ال 2000 جنيه مش هيطلعوا خروف واحد. لو انت تقصد الارقام دي بعينها 500 جنيه و 1500 جنيه مش على سبيل المثال. اما لو تقصد على سبيل المثال 500 جنيه و 1500 جنيه، يعني واحد داخل ب 25% وواحد داخل ب 75% وعايزين نربي غنم والمكان عندي والاكل عليا، لا في الحاله دي اما انك ال 500 جنيه وانت داخل ب 25% وداخل ب 75% والاكل عليكم انتم الاثنين، اي مصاريف عليكم انتم الاثنين، والمكان لو عندك وحاطين له ايجار هيتخصم هيبقى عليكم انتم الاثنين برضك، وانت لو انت اللي هتراعي ممكن يطلع لك راتب، يطلع لك راتب شهري، ممكن يسيب لك يطلع لك راتب شهري، وفي الاخير بتتقسم نسبه وتناسب، يعني انت ليك 25% وهو ليه 75%. طبعا الاكل يعني عليكم انتوا الاثنين مش مناصفة، يعني الاكل لو كلفت 1000 جنيه يبقى انت عليك 25% اللي هي 250 جنيه وهو عليه 75%، او اللي صرف الاكل ياخد فلوس الاكل، يعني انت دفعت الاكل دفعت 500 جنيه اكل، اخد ال 500 جنيه بتاعتي اللي انا دفعتها في العلف، هو دفع 500 جنيه علف ياخدها 500 جنيه علف، وبعد كده الباقي والايجار اذا كان في ايجار يتشال الايجار، مين اللي دفع الايجار؟ انت انا او انا المكان عندي وحاطين له ايجار 100 جنيه في الشهر، يبقى اخد لي 3 شهور ابقى ناخد 300 جنيه قبل توزيع الارباح، وبعد كده تقسم نسبه وتناسب، واذا كنت انا العامل اعتبر نفسي انا العامل اطلع لي متفقين على راتب شهري قد كده، باخد الراتب بتاعي والباقي بقسمه نسبه وتناسب ل 75 وانا ليا 25. اما المتعارف عليه بدون ما انت تدفع ولا جنيه، بدون انت ما تدفعش ولا جنيه هو يديك الفلوس، اذا كانت اي فلوس طبعا بغض النظر عن رقم كام، 20000 30000 50000، مديك فلوس وانت على المكان عندك وهتروح تشتري الغنم وتاكل وتشرب وتراعي وكل حاجه وهتبيع وهتعمل كل حاجه والفلوس كلها من عنده هو من الطرف الثاني. في الحاله دي بعد ما ياخد راس ماله بتبيعه هو ياخد راس ماله الفلوس اللي دفعها، الباقي الارباح بتحسب مناصفه 50% ليك و 50% ليه، حتى وان كان المكان طبعا لو المكان مثلا فوق السطح ولا عندك مكان فاضي مش هتاخد منه ايجار مفيش مشكله، اخدته مكان كبير في راس مال عالي وعايزين مزرعه بتاخد الايجار كله بيتشال، الايجار المزرعه كل حاجه اتصرفت بتتشال، صافي الربح 50% ليك و 50% ليه انت بدون ما تدفع اي فلوس. عندي غرفة عمره 3 شهور عنده انتفاخ، ده من ايه
وطريقة علاجهم مع العلم بياكل كويس ويطلع فضلات كويس. ممكن تكون انت بتأكل برسيم طري، البرسيم اللي من دولة لسه طري او برسيم مندي لسه عليه الندى، فبالتالي بيسبب انتفاخ 3 شهور انتفاخ. من ناحية الانتفاخ لو دوست، الانتفاخ بيكون في الناحية الشمال، لو ضربت على البطن كده بتلاقيها مطبلة زي الطبلة غازات، دي ممكن تديله 10 سنتي زيت اكل في بقه بتنزل الغازات، وتقلل البرسيم لو كان طري زيادة عن اللزوم، او تنشر البرسيم في الهواء شوية والشمس قبل ما تعلفه، قبل ما تديه للغنم. وده الزيت هينزل الغازات على طول. النقطة التانية ان ممكن يكون الكرش عنده فيه مشاكل، بياكل الياف كتير، يعني مواد خشنة كتير، اعلاف خشنة كتير، ده مثلا بيكون من الجوع بياكل تبن ياما. طبعا تبن فاصوليا ياما لا بتسببش الانتفاخات قد كده، بس في بعض الحشائش الدريس البلدي بياكله الدريس البلدي بياكله بكمية كبيرة بيسبب انتفاخ، سبب غازات، او بيكون ضعف في الكرش بتاعه، الكرش بتاعه مش شغال كويس. العلاج بتاعه طبعا ممكن تديله خميرة فورية، يعني كيس الخميرة الفورية اللي هو بتجاب بجنيدة، تدوبه في شوط مية وتدهم له تشربهم له في بقه، يعني يوم ويوم كده، مش لازم كتير، يعني ممكن 2-3 كيس على مدى اسبوع، بس مش لازم كل يوم تديها له، ان شاء الله بتنشط معاه الكرش كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنت بجيب للامهات فواضل سوء الخضار المقصودة والعشب اللي بيكون مع البصل والجزر بعد بيع الثمار، لكن هناك من نصحني بان لا افعل هذا لانه عندنا في تونس يقول النعجة تدرس، يعني ادرسها تصبح بخيلة وكسولة في طحن العلف، ما مدى صحة هذه الأسطورة؟ لا الكلام ده كلام فاضي، بس من ناحية القيمة الغذائية، احنا بنتكلم على القيمة الغذائية، يعني كورق البصل وورق وعرش الجزر، عرش البصل وعرش الجزر يعتبر يعني ما فيش قيمة غذائية قد كده، وإن كان أخضر خالص ممكن كنت رسبب مثال، ولكن الغنامة عندنا عادي جدا بيعتمدوا على الحاجات دي، ما فيش أي مشكلة بدون أي مشاكل، بتدخل تاكل في الخضره دي. عندنا البرسيم اطرى اطرى من عرش الجزر، والناس بيعتمد الفلاحين بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في فصل الشتاء، بيعتمدوا اعتماد كلي على البرسيم الاخضر، وبعد كده بتيجي في المواسم الجافه في الصيف بتطحن الصخر دروسها، مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. الكلام ده غير صحيح. اخر عزيز بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه علف مركز محبب عند الغنم، وهل في طريقه تخلي الخروف يحب نوع العلف اللي بقدمه ليه؟ كل خامات الاعلاف الاغنام الحمد لله عندها لستة طويله عريضه من الخامات اللي بتحبها، القمح، شعير، ذره بانواعها، ابيض، اصفر، ذره عويجه، الرده اللي هي النخاله، الفول بانواعه طبعا، من ضمنها فول الصويا، الاكساب، كزب الصويا، كزب السمسم، كزب السوداني، الفول السوداني، العيش اللي هي الخبز، حاجات ياما كتير بتاكلها الغنم غير القايمه الخضراء، ما بتكلم على الاعلاف المركزه، بتاكل حاجات الاكساب بانواع، الحمص السوداني، الترمس، البازلاء، كل دي حاجات بتاكلها الغنم وبتفضلها وبتحبها، ولكن اذا اختلط حاجه بيها ما بتحبهاش الغنم هنا بتبقى قابليتها في العلف ضعيفة، يعني ما بتقبلش على العلف كويس. يعني لو انت عاوز تعمل علفة يعني الغنم بتحبها، يبقى كل مكون من المكونات تجرب، لو انت مش عارف الغنم بتاكل لا تجرب كل مكون لوحده، انت معك 5-6 مكونات عاوز تخلطهم على بعض، قبل ما تخلطهم تجرب كل مكون لوحده للغنم بتاكل فيه كويس وحباه، يبقى يعرف ان العلفة لما تخلطها على بعضيها الغنم هتحبها وهتاكلها. اما حكاية في طريقة مش لازم، يعني هو الغنم بتحبه بطبيعتها، ولكن في بعض الحالات بتحتاج تعود في المادة الملقة في الاتبان، يعني ممكن تبني البرسيم اللي هو تبني الاحمر، تبني الرباية، في غنم بترضاش تاكله، تبني الفول غنم بترضاش تاكله، بس لما تتعود عليه بتاكله وبتشد فيه، السلاج اللي هي المكمورة في بعض الغنم ما بتحبوش، شم ريحته ما بتاكلوش، شويه شويه تتعود عليه
في عمليه تعود، بس في الحبوب مفيش فيها تعود، فتره بتخش تاكل فيها على طول. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. هل الخبز للاغنام جيد؟ وهل هناك خطوره على الاغنام التي تاكل خبز؟ انا بحط الخروف 2 كيلو خبز في الشعير، الشعير كيلو ورده 300 جرام مره واحده في المساء، هل الطريقه صح؟ اخي العزيز، وزن الخروف اكتر من 77 كيلو، ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه. الخبز اول شيء ما فيش منه مشكله، عادي خالص طالما الغنم متعودة عليه، ما فيش منه أي مشكلة، يعتبر بديل الذرة، ولكن الذرة أفضل من الخبز طبعا. بتحط الخروف 2 كيلو خبز وكيلو شعير و300 جرام ردة، يعني بياخد 3 كيلو و300 جرام، 3 في 7 21، هو المفروض ان هو بياكل 2 كيلو ونص فقط لا غير. لو هو وزنه 77 كيلو المفروض ان هو هياكل في اليوم حوالي 3 كيلو ونص، يعني 3 في 7 21 و3 في 7 21 يعني 3 كيلو و300 تقريبا، 3 كيلو و400 جرام، قول 3 كيلو ونص المفروض يعني. لا قصدي 2 كيلو، 2 كيلو، 2 كيلو ونص المفروض ياكل في اليوم، 2 كيلو ونص مش 3 كيلو. بس انا مش عارف هل عرضت السؤال صح، 2 كيلو عيش وكيلو شعير و300 جرام رده يعني كده 3 كيلو و300. على العموم العيش يعتبر كتير بس عن الشعير، يعني حاول لو كده خلي عشان ما يعملش معاك دهون، هو العيش مش هيعمل مشكله في الغنم في صحتها، غير انه لما تيجي تذبح هتلاقي دهون ياما في كتر العيش كتر الخبز يعني. فانت خلي بدل 2 كيلو خبز وكيلو شعير يصبح كيلو ونص خبز وكيلو ونص شعير على الاقل يعني. وممكن الردة طالما بياكل فيها كويس، الردة فيها بروتين كويس، هي مصدر البروتين معاك في العلفة بتاعتك كلها نشويات، مفيش غير الردة يعتبر فيها نسبة بروتين. فانت ممكن تخليها كيلو خبز وكيلو شعير وكيلو ردة، كيلو خبز وكيلو شعير وكيلو ردة، هتكون تديك بروتين افضل، وان شاء الله لما تذبح هتلاقي لحمة حمرا كده. ان شاء الله هننهي عشان كده ما نطولش، ولا هنشوف الفيديو التاني لو لقيته، الاسئله التانيه لو لقيتها قصيره هنكمل. لا الفيديو التاني ما شاء الله فيه 35 سؤال، هنخليه يعمل له فيديو تاني لوحده. في النهايه طبعا ما تنساش ده، ان شاء الله الفيديو اللي بعديه هنعمل فيديو الاسئله اللي هو الجزء التاني فيه 35 سؤال كده، ان شاء الله هنعمله فيديو لوحده. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.